السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. هل علم المصارع الحديث فيه خلاف ولا فيه إجماع؟ شوف يا شيخ، أي علم من العلوم فيه بعض المسائل التي قد تختلف فيها وجهات النظر، أي علم، ليس المصطلح فقط الطب والهندسة والصيدلة وإلى آخره، كل علم فيه مسائل تحتمل الوجهين في بعض المسائل، لأن الله سبحانه خلق الخلق أطوارا، وما معنى خلق الخلق أطوارا؟ يعني خلقهم متفاوتين في الأفهام. أنت تسمعني؟ أقول لك مثال لهذا الذي ذكرت أنت الآن. في شيء عند العلماء في الحديث، في مصطلح الحديث، اسمه زيادة الثقة. أوضح لك ببساطة، يعني نحن 10 أشخاص جئنا إليك في زيارة، فخرجنا من عندك. أنت ما اسمك؟ أنت لك اسم؟ باسم. قلنا جميعا نحن ذهبنا إلى باسم وأطعمنا باسم أطعمنا سمك جيد وجمبري، وذكرنا كده 5 أصناف من الطعام، 9 منا ذكروا ذلك. جاء واحد آخر قال أطعمنا باسم كذا وكذا وكذا اللي احنا تكلمنا به، وكبشا سمينا، يعني 9 لم يذكروا الكبش، 1 ذكر الكبش. انت يا باسم تصدق مين؟ التسعة. هتصدق التسعة. الزيادة دي اسمها زيادة ثقة. ففي واحد قال لك لا، بدم هذا الذي ذكر الكبش ثقة، اذا نصدقه. وفي ناس مثلك قالوا لا نصدقه، لان 9 اولى من الواحد، فهذا المبحث مزيد ثقة. وبعدين واحد ثالث قال لا، في تفصيل، اذا قال الشخص اطعمنا باسم كذا وكذا وكذا، وبدلا من الكبش قال وسلطة، نصدق اللي قال سلطة ولا ما نصدقوش؟ اذا كان ثقة نصدق، اذا كان ثقة نصدق، لان السلطة في الغالب 9 لم يذكروها إهمالا لشأنها، لكن إذا كان الطعام الساقط كبش يبقى فيها مش هنصدق اللي قال الكبش، لن نصدق. فأحيانا اختلافات الأفهام تأتي اختلافات في 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 قبول الزيادة من عدمها، بس كده. يعني نتحرى برضه مين بياخد منه مصطلح حديث زي أي حاجة ثانية، مظبوط؟ طب أي علم من العلوم لازم تتحرى، أي علم لازم تتحرى، لابد أن تتحرى. بارك الله فيك. جزاك الله خير. وياك الله يبارك فيك يا باسم.